اليوم نحن متواجدين في مدينة سرت. الوضع في مدينة سرت ممتاز جدا. بالأمس تجولنا داخل الحدائق وأيضا على شواطئ مدينة سرت، وأيضا كان لنا مرور على الاستيقافات وعلى نقاط التفتيش التابعة لمديرية أمن سرت وأيضا إدارة البحث الجنائي في مدينة سرت. الأوضاع الأمنية في مدينة سرت ممتازة جدا. هنا المواطنون يعيشون حياة طبيعية جدا في المدينة، المخابز وأيضا محال المواد الغذائية وأيضا الصيدليات، جميع هذه الأماكن مفتوحة وتزاول العمل بشكل طبيعي جدا. أما بخصوص المجلس البلدي سرت، بالأمس اجتمع رئيس المجلس البلدي وتم تشكيل لجنة للنازحين من المناطق المجاورة لمدينة سرت، منهم منطقة وادي جارف وأيضا منطقة قرارة الجزاء. أيضا مدينة سرت في الأيام الماضية استقبلت العديد من المهجرين من قبل الميليشيات وبعد إصابة منازلهم من قبل القصف التركي. استقبلت مدينة سرت العديد من المواطنين هنا، قاموا بالإقامة في مدينة سرت وتم تشكيل لجنة للنازحين. واليوم أبلغني عميد بلدية سرت الأستاذ سالم عامر بأن يمكن للمواطنون النازحون الذهاب إلى مبنى الشؤون الاجتماعية من أجل التسجيل في القوائم لكي تصل لهم احتياجاتهم من أكل ودواء وجميع الاحتياجات. أيضا اجتمع في المجلس البلدي عميد البلدية مع مدراء المصارف، مع جميع مدراء المصارف، من أجل حل مشكلة السيولة في المدينة كباقي المدن في المنطقة الشرقية وغرب البلاد. أيضا اجتمع عميد البلدية مع جهاز الحرس البلدي من أجل حل مشاكل عديدة في جهاز الحرس البلدي والتي تواجه أعضاء الحرس البلدي في مدينة سرت. من هذه المشاكل أيضا المخابز والإشراف على المخابز والإشراف على بعض المطاعم في مدينة سرت وكيفية التنسيق بين جهاز الحرس البلدي وبين جهات الاختصاص الأخرى وبين عميد البلدية. واجتمع أيضا عميد البلدية مع أصحاب الصيدليات في مدينة سرت من أجل تذليل الصعاب على المواطنين ومحاولة مساعدة المواطنين وضبط الأسعار والاتفاق على بعض الأمور المهمة. أيضا وصلت الأيام الماضية إلى عيادات السكر الأدوية الخاصة بمرضى السكر في مدينة سرت، جميع الأدوية وصلت إلى هذه العيادات. هذا هو الأمر في مدينة سرت، والأمور في مدينة سرت تسير بشكل ممتاز جدا. وسنكون معكم في الأيام القادمة وجميع الأخبار ستصل متتالية بإذن الله. نعم.